رئيس المعهد القومي لعلوم البحار أعلن عودة منسوب مياه البحر لطبيعته مرة أخرى بعد انحسار المياه، عارفين احنا بعد زلزال تركيا حصل انحسار لمياه البحر والشواطئ في الشرق، في البحر المتوسط، في عدد من الدول منها اليونان، منها لبنان، منها قبرص، منها تركيا، وفي مصر وسوريا من 13 فبراير. لما سألنا الدكتور فاروق الباز عن هذا الانحسار قال لنا انه مع الزلازل ومع تحرك كتلة من الارض يحدث انحسار في مياه البحر ثم تعود المياه مرة اخرى. هذا ليس له علاقة طبقا للدكتور فاروق الباز ايضا بحركة المد والجزر، ان الانحسار كان كبير. خلونا نسمع من الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، مساء الخير على الساده المشاهدين. اذا المايه رجعت تاني، تمام. رايكم ايه في عوده المياه مره اخرى؟ اول نقطه ان تراجع المياه او تقدم المياه في هذه الحاله ليس له علاقه باي زلازل او تسونامي او موجات تسونامي اللي ممكن تحصل في اي منطقه. فاذا ده نتيجه ضغط، لان الضغط الجوي ده حضرتك هو حجم الضغط الجوي ارتفاع عمود المياه على سطح البحر نتيجة تغيرات درجات الحرارة والارتفاع هذا الضغط. لما حضرتك درجة الحرارة بترتفع بيقل الضغط الجوي، الكثافة بتاعت بس يا الهواء دكتور بتقل. معلش انا هختلف مع حضرتك. كل العلماء بما فيهم دكتور الباز وبما فيهم علماء من لبنان ومن تركيا ومن الظاهره دي مش عندنا احنا بس، الظاهره دي كانت موجوده في كل شواطئ البحر المتوسط مع تحرك الكتله الصخريه لما حصل الزلزال، فكل العلماء في هذه الدول تحدثوا ان مع تحرك الكتله الصخريه بيحدث هذا الانحسار ثم تعود المياه مره اخرى. فحضرتك بتقول لي ان ده لا له علاقه لا بالجو وبالمد والجزر. لا يا فندم، انا عايز بس اوضح نقطه واحده لك. الزلزال اللي حصل في تركيا على الارض وليس في البحر، بس عشان نوضح نقط، بس نقط عشان تبقى الامور واضحه. الزلزال حصل في الارض في تركيا حضرتك، اذا لو الزلزال ده كان حصل في البحر يبقى نتكلم ان في موجات ممكن تحصل مد بحري نتيجه الزلزال اللي حصل في البحر، ولكن الزلزال ده حصل في الارض. اذا الزلزال اللي حصل في الارض ليس له علاقه باي نشاط على مستوى سطح البحر. المستوى سطح البحر ده كله مسك شرق الميديترينيان كله نتيجه ارتفاع الضغط الجوي، ودي حاجات من الاقمار الصناعيه، وفي ممكن اورد فيديو لحضرتك ان 1 بار ينخفض المنسوب 1 سم لسطح البحر. فالمناطق لو احنا قلنا ان سطح الضغط الجوي زاد في الفتره دي بدا من 15 فبراير لغايه 25 فبراير وصل لحوالي اكثر من 30 بار. 30 بار يعني منسوب سطح البحر انخفض عن المعدل الطبيعي للمد والجزر اللي بيحصل كل يوم، تمام سعادتك، اضافه ليه 30 سنتي، 30 سنتي اضافه لحركه المد اللي بتحصل يوميا وزن حوالي 20 سنتي او 25 سنتي، يبقى احنا بنتكلم في منسوب 55 سنتي. بس ده يؤدي لانحسار 10 15 متر. هقول لحضرتك ثانيه واحده يا فندم، لما تكون الارض افقيه عند شط المنسوب، لما تكون الارض افقيه فالمساحة الأفقية دي المنسوب من أعلى نقطة لأقل نقطة بيكون حوالي 30 40 سنتي. فالتراجع ال 30 40 سنتي تحس إن أرض كبيرة أفقية، يعني العريش كأن الأرض شبه أفقية. فالتراجع المنسوب الارتفاع بتاع سطح الأرض اللي هو 30 سنتي أو 40 سنتي لما يتراجع المية كلها تحس إن مساحة كبيرة من الأرض اتراجعت. وده مش حصل هنا عندنا في مصر بس، ده حصل في اليونان والجزائر وكل الدول دي حضرتك. نتيجه ضغط استمر لمده اكثر من 15 يوم على مستوى سطح البحر المتوسط، وهذا الضغط النهارده رجع للوضع الطبيعي، الضغط الجوي رجع للوضع الطبيعي على البحر المتوسط النهارده، فالوضع اوتوماتيك رجع المنسوب تاني للبحر حضرتك. يعني حد يمثال حضرتك فرق الضغط ده حضرتك ممكن تحس بيه في الطياره، لما حضرتك تطلعي وتنزلي في الطياره على الاذن حضرتك. طيب يعني اذا هذه الظاهره ممكن تتكرر تاني؟ ليس لها علاقه حضرتك، كل العلماء في العالم حضرتك اعلنوا ان هو ليس له علاقه. نعم. بالتلاته. طيب شكرا دكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار.